مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما عودتكم دائما غنبارطاجي معكم فيديو ديال هذا لي برودوي اللي كنستعمل. وكما قلت لكم اي برودوي استعملته راه كنبارطاجيه معكم كيف ما هو، ما كنزيد ما كنقص. البنات اليوم غنبارطاجي معكم واحد البرودوي ديجا كنت جربته، دابا غندير مقارنه ما بين جوج ديال لي برودوي هادو لي جيل نيتويون ديال الوجه، وشكون هو اللي زوين فيهم وشكون هو اللي خسرت فيه فلوسي. المهم خليكم معايا انا نبارطاجي معكم بلا ما نطول عليكم كما العاده. ما تنساو دائما تشتركوا في قناتي، تفعلوا اللايك والجرس. خليكم معايا. المهم كما قلت لكم لي برودوي اللي نبارطاجي معكم سيغاف اي افين، هذا ديجا بارطاجيتو معكم. كنت واخده هذيك التشوب الكبيره ديال شحال فيها، هذه فيها 200 مليلتر، الاخرى كانت فيها شي 300 مليلتر. المهم هذه هي اللي لقيتها البنات، ما لقيتش الاخرى الكبيره. مالينا الوغ سيغاف كيما قلت لكم البنات جربته ديجا بارطاجيتو معكم، قلت لكم راه زوين، راه تيحيد الحبوب من الوجه. المهم البنات انا راه شي 7 مو انا كنجربو، راه فريمون خرج ليا على وجهي. غتقولوا لي وجهك ما فيه والو، غنقول لكم راه غير مع الاضاءه ما تيبان والو، ولكن انا غنقرب لكم وغنبين لكم شنو المشكل اللي دار ليا في وجهي. فريمون كاينه واحد لا بيريود كتبقاي تسنايها باش داك الجيني دوايون كيعطي المفعول ديالو. الوغ البنات انا تسنيت بزاف وما عطانيش المفعول، عطاني غير في الاول واحد كان فيا هنايا واحد الحبوب رقيق في جبهتي الصراحه، حيدو ليا نشفو حيدو، ولكن من بعد البنات ولا كيدير ليا شي كوارث خطيره في وجهي، تينوض ليا الحبوب من تحت الجلد وحبوب كبير. تخيلوا معايا حبوب خطير، بلاتي انا نوريكم. المهم هذا البنات اللي وجهها ميكست و سنسيبل او ميم طون، يعني دغيا كيتاثر بلا ما تاخذوها البنات. هو رخيص صراحه، مش غنقول لكم تغسلوش بيه وجهكم، غسلو بيه رجليكم. راه حتى خويا الصغير مهم عنده ماشي صغير، المهم يلا بقيت ديال المراهقه ولكن ودي شي حبيبات، وانا نقول ليه صافي خذ هذا راه ما وافقنيش، كنت يغسل به نتايا شويه ويقول لي تصوروا غسل به يومين البنات تخيلوا، ويقول لي انا راه قال لي راه نوض لي الحبوب، قال لي نوض لي الحبوب، انا ما كانش فيها الحبوب، كان فيها غير حبوب رقيق هنا. قلت لي صافي ما نبقاش نستعملو، نغسلو بيا رجلينا. والله العظيم هذا البنات ما صراحه سمحوا لي بزاف في الاول، تحمست وشكرتو ليكم وقلت لكم راه زوين، راه ما زوين ما والو، راه كضيعوا غير فلوسكم. المهم صراحه انا سمعت بزاف ديال البنات كيقولوا راه وافقهم، انا ما غندويش على كلشي، ندوي على راسي. انا وجهي ميكست، عندي من هنا دهني وهاد لابارتي كامله دهنيه، وعندي هنايا هاد لابارتي ناشفه. الوغ انا ما غندويش على الناس، غندوي على راسي. انا البنات سيغاف راه ما وافقنيش، خايب بزاف ما وافقنيش. انا بعدا نوريكم شنو دار ليا البنات في وجهي دابا غير مع الاضاءه وليكرون، ودايره هذاك سميتو دايره واحد الفون دو طون كنغطي به لاسان. الوغ البنات المهم نشوف واش غيبان لينا ولا لا. المهم ها هما، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. المهم هنا راه عندي الحبوب كبيره البنات، راه غير مغطيه. كنرجع الفيديو لقيت ان بان هذاك الحبوب اللي عندي هنايا. اش غنقول لكم البنات، بغيتو تجربوه جربوه، ولكن راه تخرجوا على وجهكم. تخيلوا دابا انا قطعته دابا شي شهر وداك الحبوب باقي كيخرج ليا، تخيلوا معايا. يعني هاد افين اللي خديت شنو الدور ديالو؟ هذاك الحبوب اللي كيخرج كيكرمو، واش غنقول لكم كيبقى يصغر فيه يصغر فيه يصغر فيه حتى كيمشيو تينوض حبوب اخر. سي نورمال لحقاش اي برودوي كتبدا يجي اي جيل نيتوايون بعدا باش تعرفوا اي جيل نيتوايون كتبداو كيبقى يخرج لكم الحبوب في الاول. انا راه افين راه شي عامين ولا 3 سنين وانا تنديرو، وقالوا لي المهم سمعت شي بلي ما خاصكيش تبقاي البرودوي تبقاي ديريه كل مره كل مره كل مره، بدلي. مشيت لا بغيت نبدل، درت هاد الصيغه في هذا خرج لي عليك مرتي. الو كنا بقيت كندير غير هذا، اشنو غيطرى كاع مع الدوميترا؟ المهم علينا. هذا البنات 200 مليلتر تزاد حتى هو تزاد، الثمن ديالو 200 مليلتر، استغفر الله العظيم فيه 200 مليلتر، الثمن ديالو 145 درهم. انا الكبير ديالو ديال 300 مليلتر كنت كناخذو 130 درهم. الوغ دابا هذا 200 مليلتر وداير 145 درهم، ولكن ماشي مشكل، غير ينقص لي هاد الحبوب هاد الشوهه اللي عندي هنايا و سي با غاف. المهم المشكله كل مره كتنوض ليا حاجه، وهاد لابارتي هادي بالضبط حيت عندي دهنيه. الوغ شنو نقول لكم البنات، انا تقولبت بصراحه،
ما رديتش البال، ما ماشي ما رديتش البال، واحد الحاجه كيشكروها الناس بزاف راه كتبغي تجربيها، وكان خصوصا انا البنات كنبغي نجرب بحال هاد لي برودوي هادو. باش علاش؟ باش نبارطاجيهم معاكم، باش حتى نتوما تاخدوا واحد الفكره واش هاد البرودوي زوين ولا لا. الوغ صراحه لقيت راسي غير تقولب، تخرج على وجهي، دابا راه مشكله، خصني نمشي عاوتاني عند طبيب ديال الجلد ونشوف اشنو غادي يعطيني، اش من تريتمون. هادشي اللي كانت عطاتني بعدا الطبيبه الاولى افين، عطاتني معاه الكريم ايدراتون ديالو، الكريم ما كانش كيعجبني، بدلته بلا روش بوزي، راه ديجا بارطاجيته معكم، هذاك زوين وطوب وخطير وواعر. لا روش بوزي ماركه واعره بزاف صراحه، عمري ما جربت الجينيت وان ديالهم، ان شاء الله نقدر نجربو على حسب تنشوف. المهم هذا البنات طوب دي طوب، كما قلت لكم الاثمنه هاد سيغاف هذا البنات راه رخيص بزاف، راه فيه 473 مليلات، راه داير غير 130، ندير واقيلا جو بونس 130 درهم. المهم 473 مليلاتر، ماعرفتش باينه لكم ولا لا، 473 مليلاتر ودار غير 130 درهم، وكبير البنات صراحه تيدي، ولكن انا البنات ما وافقنيش. المهم انا بارطاجيت معكم التجربه ديالي، ما بغيتكمش تقولوا بحالي، ومن الاحسن البنات ما تبقاوش تشرو هادشي عشوائيا، كنفضل انكم تلتجؤوا للطبيب، يعني هو عارف حسن، وفاش كتمشي راه تيدير هذيك الكونسلطاسيون، راه ماشي غير كتحطوا فيها فلوس، كتحطي فلوس ولكن كتعرفي راسك شنو اللي كيوافقك وشنو اللي ما كيوافقكش. دابا انت راه ما تقدريش تحكمي شنو وجهك، اش من كل اللي ما عارفش البشره ديالو اش من نوع، كل اللي كنسولها كنقول لها انت شنو البشره ديالك اش من نوع، كتبقى تقول لي ما عرفتش، كتقول لي مره ناشفه، مره كل مره واش ما عارفاش النوع ديال البشره ديالها اشنو هي ولا شنو غيلاق ليها، غير كدير في لي برودوي لوجهها. المهم علينا، اللي بغى يخدم هاد السيغاف هذا خاص يكون جو بونس وجهو ناشف، لا ما عرفتش صراحه، ما نقدرش نفيدكم في هادشي. كنتمنى نكون عطيتكم شي معلومات اللي هما مفيده، كنتمنى دائما تشتركوا في قناتي، تفعلوا لايك والجرس. السلام عليكم، ما سخيتش بكم كما ديما، وباي باي.